بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتموا أمتي على خطأ. نرى اليوم اجتماع أهل بلدتنا جميعا، العلماء الأجلاء، البلدية والمخاتير والفعاليات خرب روحة، مقيمين ومغتربين، وينقل ذلك خطوط روح أونلاين، يجتمعون إن شاء الله تعالى لما فيه مصلحة البلدة، ولكي يتعاونوا الجميع بما أمر الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى. وفي هذه الأزمة وفي هذه الظروف الصعبة مع هذه الملمات، نتذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا أصاب الإنسان المؤمن بمحنة فلا بد أن تأتي بعدها منحة من الله منه سبحانه وتعالى. وكل شدة للمؤمن فيها شد وعون إلى الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا الخير، وخير دليل على ذلك قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا مطلقا، فكل شر فيه خير، قد نفقهه، قد نعلمه، وقد لا نعلمه. والله عز وجل لا يريد منا إلا الخير، ولكن نحن قد نستعجل ولا نرى الأمور بصورتها الحقيقية. لذلك علينا أن نذكر أنفسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قد نكره أمور، وهذه الأمور في حقيقتها فيها خير. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عباس، ارضى بما قسم الله لك وإن كان خلاف هواك، فإن ذلك مثبت في الكتاب. يقول: قلت: فأين وقد قرأت القرآن يا رسول الله؟ قال: فقط في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: لا تحكموا على الأمور العظيمة من خلال علمكم، فإن علمكم هذا مهما يكون قد تخطئون فيه، ولكن احكموا عليها من خلال علم الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك مثل ودليل على هذا أيضا، هي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، مع الخضر في سورة الكهف. هذه القصة التي ظاهرها الشر وباطنها فيه الخير، فقصة السفينة التي خرقها، والغلام الذي قتله، والجدار الذي أعاد بناءه، هذه القصة تخبرنا وتنبئنا بأن الله عز وجل لا يريد بنا إلا الخير، ولكن علينا نحن أن نسلم ونرضى بما قسم الله عز وجل لنا. فمقام الرضا بما قسم الله عز وجل هذا مقام عظيم. سئل أحد العلماء: كيف يدرك الإنسان هذا المقام، مقام الرضا؟ فقال: إذا عامل الله سبحانه وتعالى على أربعة أصول، فيقول العبد: يا رب، إذا أعطيتني قبلت، وإذا منعت عني رضيت، وإن تركتني عبدتك، وإن دعوتني أقبلت. هذا مقام الرضا، أن تعامل العبد مع ربه على هذه الأصول وهذه الأسس، وصل إلى مقام الرضا وهذا المقام العظيم. فنحن علينا أن ننظر في هذه الأزمة، هذا الوباء الذي نزل بالعالم كله، نظرة إيجابية، نظرة تفاؤل. وقد قال أحد العلماء بعد أن أصيب بكورونا، فكتب وصية وقال فيها، قال في هذه الوصية: اعلموا أن كورونا هذا خلق من خلق الله، يعبد الله تعالى ويسبحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال: علموا أولادكم أن كورونا هذا ما جاء ليبعدنا عن الطريق، بل جاء ليعيدنا إلى الطريق المستقيم. علموا أولادكم أن هذا الجندي كورونا ما جاء ليبث الخوف والرعب في قلوبنا،
ولكن جاء ليبث الطمأنينة والأمانة والأمن لنا أن نسير على درب الأنبياء، على درب الأنبياء الذين قال الله تعالى عنهم أو الذين قالوا كلا إن معي ربي سيهدين، وقال لا تحزن إن الله معنا، فما دام الله معنا فلن يضرنا شيء. علموهم كذلك أن هذا الوباء وهذا الجندي ما جاء ليخوفنا بالموت، بل جاء ليذكرنا بقرب الأجل، وعلينا أن نستعد لما قبل الموت. علموهم كذلك أن هذا الوباء وهذا الجندي ما جاء يأمرنا لكي نضع الكمامات ونغسل الأيدي والأجساد، بل جاء ليذكرنا بأن لباس التقوى ذلك خير. جاء ليذكرنا بأن لباس التقوى ذلك خير، وبأن على الإنسان أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وأن يعمل جاهدا أن يكفر عن ذنوبه ومعاصيه. علموهم كذلك بأن هذا الوباء، هذا الجندي ما جاء ليحبسنا في البيوت، إنما جاء ليذكرنا بصوم فاتنا فنقضيه، وبصلاة مزقناها فنؤديها ونصليها صحيحة كاملة، وبقرآن قد هجرناه وتركناه على الرف. كذلك علموهم بأن، واعلموا كذلك أنتم بأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، كما يطفئ الماء النار، وأن الدعاء يغير مسار القضاء. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحمينا من جميع بلاء ووباء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.